بيرنتس. طب الناس ما بتعرفش ليه جوه؟ انا مش عارف محمود اخويا اتخرج. Thank you.
dann bleib ich hier dann schön. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
أعزائي الحضور، مساء الخير جميعا. برحب بكم في حفلة تخرج دفعة 2020 بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة. كما نرحب بكل من الأستاذ حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، الأستاذ الدكتور محمد يسري هاشم رئيس جامعة هليوبوليس، الأستاذ الدكتور حسن أبو بكر الأستاذ بكلية الزراعة الحيوية، الأستاذة الدكتورة فاطمة عمارة عميد كلية الهندسة، الأستاذ الدكتور عمر رمزي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، الأستاذ الدكتور جودة هلال عميد كلية الصيدلة، الأستاذ الدكتور سمير الجزار عميد كلية العلاج الطبيعي. كما نرحب بالأستاذة الدكتورة رشا الخوني النائب السابق لرئيس جامعة المصرية السنية لشؤون التعليم والطلاب. فليتفضل الأستاذ حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة لإلقاء الكلمة الافتتاحية. السلام عليكم جميعا. باسم مجلس أمناء الجامعة وكل أعضاء مجلس أمناء اللي من خارج مصر واللي من جوه مصر، أنا برحب بكل ضيوفنا النهاردة بالليل هنا. أنا برحب بكل أولياء الأمور اللي هم جايين النهاردة يحتفلوا بأولادهم، وطبعا بكل الطلبة اللي هيتخرجوا النهاردة وهيسيبونا للأسف، الحمد لله. وبفكركم النهاردة ده بداية مرحلة جديدة في حياتكم، بداية مرحلة جديدة هتشوفوا فيها تحديات جديدة، وهتشوفوا فيها مشاكل جديدة، وهتشوفوا فيها حاجات جميلة جديدة. وكل واحد فيكم أتمنى إن مهما هيشوف في السنين والأيام والشهور والأسابيع اللي جاية يتمنى دايما كلمة والدي اللي رحب بيكم هنا في 2015 و 2016 لما قال لكم ايه؟ قال لكم اللي بيحبوا ربنا قوي 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 بيبعت له تحديات ومشاكل عشان من خلالها يتعلم ويتطور. فانا بتمنى لكم مشاكل وتحديات كتيرة جدا. طبعا انتوا في الفترة اللي فاتت دي الاربع خمس سنين اللي كل واحد فيكم قضاهم هنا في الجامعة، اتمنى وبتخرجكم النهاردة انا متأكد ان انتوا تعلمتوا اللي مطلوب لممارسة المهنة اللي كل واحد فيكم هتخرج اليها، صيدلة، هندسة، اقتصاد او ادارة اعمال. مبروك. بس انا بتمنى برضو ان كل واحد فيكم لقى في السنين اللي فاتت دي حاجات اخرى، لقى نفسه، لقى مواهب عنده ما كانش عارف عنها حاجة، اطلق قدرات جديدة، عارف ان السؤال اهم من الاجابة، وعارف ان هو محتاج افكار جديدة لو عايز يواجه المستقبل وتحديات المستقبل. وطبعا كل واحد فيكم دلوقتي عارف يرد على سؤال مهم، المستقبل ده مسؤولية مين؟ مسؤولية مين يا جماعة؟ مسؤوليتكم انتوا مش كده؟ المستقبل مسؤولية اللي اتخرجوا النهاردة. كل واحد فيكم هيشكل في مستقبل مصر، كل واحد فيكم هيساهم في المستقبل. واحنا كلنا فاكرين مقولة تانية شهيرة لأخ لينا في جنوب أفريقيا لما قال مفيش حاجة اسمها المستحيل، لا يوجد المستحيل لأي حد عنده رسالة، عنده رؤية، عارف هو عايز يحقق ايه من أجل
بلده من أجل المجتمع بتاعه من أجل اللي حواليه. ما لا يوجد المستحيل. وما تخلوش أي حد يقابلكم بقى لما هتخرجوا النهارده من جامعة هليوبوليس يقول لكم ما تحلموش والحياة صعبة ومش وردية واللي ما فيش حد يعرف يعمل أصلا حاجة، وأحسن حاجة القعدة على الكنبة أو في القهوة. لا، الكلام ده مش مظبوط. انتوا عايشين هنا معجزة، وانتوا عارفين ان كل واحد فيكم يقدر يصنع معجزة سينا هنا. فما تنسوش ابدا ان لا يوجد المستحيل. مقولة نيلسون مانديلا من جنوب افريقيا لازم تكون معاكم طول حياتكم. انتوا تعلمتوا هنا ازاي تبقوا واثقين من نفسكم وعارفين ان انتوا هتصنعوا المستقبل. وفي الاخر خالص بطلب منكم ان انتم ما تنسوناش احنا عندنا هدف واحد، واحنا عايزين نكمل نساندكم في مستقبلكم، واحنا عايزين نكمل نتعاون ونتشارك ونشوف بعدنا. وانا عارف ان بعضكم هيكملوا هنا في جامعة هليوبوليس وبعضكم هيكملوا في سيكم، بس انا بكلم كمان الاخرين اللي هيلاقوا تحدي شغل احلامه بره سيكم وبره جامعة هليوبوليس. اتمنى ان احنا نفضل على تواصل. احنا عندنا هدف واحد، احنا عايزين نخدم المجتمع، عايزين نخدم المستقبل، عايزين نحقق احلامنا لمصر سنة 2057. انتوا سمعتوا عن الرؤية دي اللي احنا كلنا بنستهدف اليها. خلونا نفضل على تواصل، نتعاون مع بعض، ان ده هيدينا قوة وهيخلي جامعتكم دي تستمر الى المستقبل. جوه جامعة هليوبوليس، جوه سيكم، بره سيكم، انا كل واحد فيكم بتمنى له التوفيق، وبشكركم على الفترة اللي قضيناها مع بعض، واتمنى ان احنا نشوف بعدنا في كل الاحتفالات الجميلة اللي جاية في المستقبل. شكرا والف مبروك. شرفنا دعوة السيد رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة الأستاذ الدكتور محمد يسري هاشم لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم جميعا. اسمحوا لي في البداية أن أنا يعني أبعث بتحية إلى روح الأب المؤسس الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو العيش رحمه الله، واللي من غيره ومن غير أحلامه كان لا يمكن نبقى مع بعض النهاردة. التحية الثانية لروح الصيدلي محمود صلاح. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد محمود بواسع رحمته وفسيح جناته، وندعو لأسرته وزملائه وأسرة جامعة هليوبوليس بالصبر، والدعوات له أن يسكنه الله مكانا أفضل بكثير مما نحن فيه. دي كانت البداية، وكانت بداية واجبة. اسمحوا لي بعد كده ان انا اهني اولياء الامور اللي طبعا هم اكثر من عانى خلال الاربع او الخمس سنوات السابقه. اسمحوا لي ان انا اشكرهم على مثابرتهم وعلى صبرهم
وعلى رعايتهم لأبنائهم. اسمحوا لي أيضا إن أنا أشكر أولياء الأمور البدلاء، السادة الأساتذة، العمداء الذين تولوا رعاية الأبناء في محراب العلم. بشكرهم شكرا جزيلا، وبتمنى أن يواصلوا المسيرة وتخريج عديد من الدفعات القادمة. أما الخريجون فتهنئتي من القلب، بتمنى ليكم مستقبل أفضل بكثير مما تتمنون. بتمنى ليكم إن أنتوا طول الوقت، دي مش نهاية، دي بداية المعرفة. كل اللي تعلمتوه لحد دلوقتي شيء محدود، لابد ان يحصل تراكم للمعرفة عشان خاطر تكونوا لبنة في بناء هذا الوطن. طيب انا عايز بقى النقطة اللي بعد كده اكلمكم احنا بنعمل ايه في جامعة اليوبلس عشان خاطر نتطور، عشان يبقى فيه تنمية مستدامة، ما يبقاش بس مجرد كلام. احنا السنة دي ربنا وفقنا ان احنا ننشئ 4 مراكز بحثية وكمان لخدمة المجتمع. الأربع مراكز دي الحاجة إليها جت من جائحة كورونا اللي ضربت العالم كله من فبراير الماضي وحتى اليوم، وكل يوم نسمع موجة جديدة ربنا سبحانه وتعالى ساترها معنا. بس برضو لازم إحنا نحافظ على نفسنا، ونحافظ على أسرتنا، ونحافظ على زملائنا. يعني لازم نحن ناخد في الاعتبار كل الاحتياطات الاحترازية التي تجنبنا مشكلة صحية. فمن هنا أنشأنا مركز جامعة هليوبلس للصحة التكاملية. الصحة مش بس علاج ودواء، لا، الصحة بتبدأ من التغذية، بتبدأ من الجلوس، بتبدأ من مشوار بعيد قوي احنا تملي ان نهمله، وهو الطب الوقائي. احنا طول الوقت كنا بنتكلم عن الطب الوقائي والناس بتنظر له على انه شيء مش مهم، احنا نستنى لما العيان يعيا وبعد كده نفكر في علاجه. لكن الطب الوقائي في كل العالم هو رقم 1 و2 و3. فمن هنا عملنا مركز الصحة التكاملية اللي ان شاء الله هتشوفوا نتائج البحوث بتاعته، هتشوفوا تأثيره على المجتمع المحيط، بحيث يشعر كل أبناء مصر بأن لجامعة هليوبلس دور مجتمعي تقوم به. المركز الثاني هو مركز التعليم من أجل التنمية المستدامة. ومركز التعليم من أجل التنمية المستدامة بيهتم برسالة التعليم، وبيعد أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة لكيفية التعامل مع الطلاب بالصورة المثلى وإعدادهم لتحمل المسؤولية في المستقبل. المركز الثالث هو مركز ريادة الأعمال. ومركز ريادة الأعمال احنا عايزين كل واحد منكم يقدر يدير العمل بتاعه بعد ما يتخرج، فعملنا المركز ده اللي هو بيمول ريادة الأعمال. هات أفكار وتعالى واحنا نقدر نساعدك في انك تمول هذه الافكار في البداية، وتقدر تكون رائد من رواد الاعمال في مصر. المركز الرابع هو مركز الزراعة الحيوية. ومركز الزراعة الحيوية هو مركز في الاساس مهمته انه يبعث الطمأنينة في قلب المستهلك، يكون امن على غذائه بانه غير ملوث، يكون امن على غذائه بانه المية اللي تم ريه بيها كانت غير ملوثة، بيطمن، بيعمل التحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية اللي بتساعد على فهم المستهلك لجودة هذا الغذاء. بالإضافة لكده هو بيعمل شهادات لكل منتج بيتم إنتاجه باستخدام الأساليب الحيوية عشان خاطر يبقى طرف ثالث بيبني الثقة ما بين المستهلك وما بين المنتج. ده الدور بتاع مركز الزراعة الحيوية. وفي الطريق يعني اوريدي بنجهز دلوقتي
لمركزين جداد، مركز بحوث الصحراء، لانه ما عندناش فرصه الحقيقه ان احنا كل يوم تتاكل المساحه المزروعه في مصر وما يبقاش في بديل. فعشان كده هنعمل مركز بحوث لزراعه الصحراء لانتاج مزيد من الاغذيه لمئة مليون، كل يوم بيزيدوا، مش عارف بيزيدوا كام، يعني في السنه بنزيد تقريبا 1,750,000 او 2 مليون بني ادم. دول لازم ان احنا نعد ليهم للغذاء والتعليم وكل الاحتياجات اللي ممكن يحتاجوها. المركز الاخير والاخير من خلال قصور فكرنا في هذه المرحله هو مركز التنميه الريفيه. من غير ما ننمي الريف المصري بعتقد احنا ما نبقاش عملنا رساله التنميه اللي كان الحقيقه الدكتور ابراهيم ابو العيش بيقصدها. فده الجديد في جامعه هليوبوليس السنه دي. ان شاء الله خلال اشهر قليله هيتم اعتماد كليه الهندسه وكليه الصيدله، والاعتماد مش اعتراف، الاعتماد هو شهاده ثقه من الهيئه القوميه للجوده والاعتماد، بتقول ان هذه الكليه بتطبق المعايير المطلوبه لاعداد خريج في مجال الهندسه او مجال الصيدله. وان شاء الله السنوات التاليه هيتم اعتماد باقي الكليات. ده المشوار اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. بتمنى ان احنا طول الوقت نكون على تواصل. احنا عندنا مكتب رعايه الخريجين، على فكره مكاتب رعايه الخريجين في العالم كله هي اللي بتقود الجامعه، هي اللي بتنقل الرؤيه الخاصه بالجامعه للمجتمع، والعكس بتنقل رؤيه المجتمع عن الجامعه لمسؤوليها، بحيث يتم طول الوقت انتر اكشنز ما بين الجامعه كمعهد علمي وما بين المجتمع المحيط. لو الجامعه ملهاش تاثير في المجتمع المحيط تبقى الجامعه ما هياش جامعه. ده الفرق ما بين الجامعه والمدرسه. الجامعه لابد ان تكون مؤثره تاثير بالغ في نهضه ونمو المجتمع. اسمحوا لي في النهايه الحقيقه ان انا اشكر الدكتوره رشا الخولي على الفتره اللي قضيتها عميدا لكليه، استاذ اولا في كليه الهندسه ثم عميدا ثم نائبا لرئيس الجامعه. وبتمنى لها التوفيق في التحدي الجديد اللي بتخوضه، وان شاء الله كلنا نقدر ننتقل من مرحله بنشعر فيها ان احنا ما حققناش حاجه الى مرحله نبهر فيها الاخرين بان احنا حققنا المطلوب مننا كجامعه. بشكركم مره ثانيه، بتمنى لكم التوفيق. بكرر كلمة الأستاذ حلمي إن إحنا لازم نفضل على تواصل، لازم بياناتكم تكون موجودة في مكتب الخريجين عشان خاطر نقدر نتعاون مع بعض في المستقبل. بشكركم شكرا جزيلا، وكل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف، يوم مبارك لميلادي، ونلتقي دايما على خير. الآن مع تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة هليوبوليس الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه. أسماء الحاصلين على درجة الماجستير مع حفظ الألقاب: دعاء فتحي محمد، يوسف حسنين،
ودي حسام تستلم عنها يارا أبو المجد. سارة محمد حسام الدين جبر. هاني نبيل عزام. محمد رضا عبد الله. أحمد محمد أمين عسل. عمري إيهاب عبد الرازق كامل. سارة أحمد رشاد. محمد. هند محمد المهدي. عمر حمدي الدهان. فاطمة عبد الحكيم محمد أحمد. أسماء الحاصلين على درجة الدكتوراه مع حفظ الألقاب: هالة صلاح الدين هلالي، هادي حبيب فايق حبيب، غادة عبد الظاهر الجمل، نورة السيد عطلة، نورة السيد تستلم عن أوليفيا عدلي عطلة. محمد إبراهيم محمد فهمي. عبد الرحمن عجمي حسن عجمي. Thank you.
يارا محمد أبو المجد، سيد حنفي محمود، يوسف أحمد يوسف الشريف، فاصل غنائي موسيقي مع الفنانة نيفين رجب. مساء الخير. اولا الف مبروك لكم جميعا، وبتشرف وسعيدة ومحظوظة ان انا اكون في حفل تخرجكم. ربنا يوفقكم يا رب ويسعدكم دايما. صعبة جامدة يا جماعة.